16/10/2012 وشهدوا هذه القذيفة قذيفة هاون انطلقت من حاجز مؤسسة المياه أو من قرية الغور المولى للنظام التي تحاذي حاجز مؤسسة المياه. سقطت هنا القذيفة قامت بثقب السطح. شهدوا آثار الدمار الذي خلفته هذه القذيفة. شاهدوا الشظايا. طب في هذا المكان سقط 4 جرحى، 2 منهم حالتهم خطيرة. طبعا جراء الحصار المفروض علينا، طبعا جراء الحصار المفروض علينا نستطيع اخراج اي احد من هذه المنطقه. طبعا تعاني المنطقه حصار شديد، نقص كبير في الادويه، نقص كبير في المواد الغذائيه، كهرباء 11 يوم بلا كهرباء، مياه ايضا مقطوعه، الطحين مقطوع منذ 10 ايام تقريبا. اوضاع انسانيه صعبه جدا تعاني منها مدينه الحوله في ظل هذا الحصار المفروض عليها وفي ظل القصف المتكرر والذي يستهدف منازل المدنيين تحديدا. شاهدوا هذه القذيفه. هل في هذا المنزل كان يتواجد جيش حر؟ كان يتواجد اطفال، اسره كامله الان نزحت وتركت هذا المنزل ليزداد اعداد طبعا العائلات النازحه والاعداد العائلات التي تركت منازلها بسبب القصف المتكرر والاستهداف المتكرر لمنازل المدنيين. الان العائله تقيم في احدى القرى المجاوره لهذه المدينه، طبعا في احد المساجد. المساجد الان في تلك القرى ممتلئه عن بكره ابيها جراء هذا القصف الذي يستهدف مدينه الحوله.